السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملكية هذا موضوع أورد فيه في موارد اللي لا اعتبار بها شرعا، وشرعي الملكية في بعض الموارد التي هي المعتبر. الملكية يعني شنو؟ على ها مفهوم انتزاعي من مجموعة أحكام إلزامية شرعية، هذا هو كما يقول الشيخ الأنصاري. ها هل الميت يملك عرفا؟ لا، احنا ما علينا بالعرف، واما شرعا ايضا بحاجه الى دليل بان الميت يملك. ما الميت ذمته مشغوله شرعا هذا ثابت، اما انه يملك اللي يترتب عليه احكام الملكيه لا، هم ارتكاز مسلم اكو، هم من مجموع الجزئيات المختلفة يستفاد ذلك، يعني كبرى كلية، ولعله إجماع يعني مخالف ماكو. ما شايف أحد من الفقهاء يذكر أن الميت بإضافة أن ذمته مشغولة، لا، قد يكون هذه يسميها ملكية خو ماكو بحث، أما أن الميت يملك كما أن الحي يملك لا. ولكن العضو بعدما يموت الميت مثلا كان له بيت وارتفع سعر البيت، فيقال أن ملكية الميت قد ارتفع سعرها فيرتب عليه آثار الملكية. العرف احنا ما لنا شغل به، نحن نريد الشرع شنو يقول. العرف ها الزوجية بعد الموت اي عرفا وشرعا. ها شعلي أنا بالعرف، الشرع يقول الزوجية باقية باستثناء المواقعة، من مختلف الجزئيات يستفاد ذلك شرعا، وإحنا بالنتيجة نتبع الشرع في هذه الأمور حتى نرتب على الزوجية الأحكام، أنه يجوز تقبيل الزوجة، يجوز مثلا لمس الزوجة، يجوز تغسيل الزوجة، وبالعكس الزوجة بالنسبة للزوج الميت. ولكن الشارع لم يحدد نطاق الملكية. ها؟ الشارع لم يحدد نطاق الملكية. لازم يحدد، يعني لازم من الشارع نستفيد. الارتكاز اللي قلت هو دليل، دليل كبرى الارتكاز خو مسلمة، صغرى الصور لا أكون. سماحة السيد عفوا. نعم. الشيخ الراوند يذكر في كتاب الفرائج والجرائم في مؤلفات الإمام الحسن عليه السلام بعد دخول معاوية لعنه الله الكوفة وعصى إلى الإمام الحسن واحد من الشاميين، فالإمام عليه السلام أمره بأمر التكفين أن ينقلب إلى امرأة. أي. فانقلب الرجل إلى امرأة. أي. ليش معدة الوفاة؟ لأن حكم الوفاة أكو به مو طلاق، الطلاق حكم خاص، هذا طلاق ماكو، هذا حتى في هذا الزمان إذا صار هذا الشيء، يعني رجل تبدل إلى امرأة في الإرث، في الأحكام الزوجية، في الأمومة والأبوة، إذا الموضوع تغير وحكم يتغير بالنسية. في هذه المعجزة للإمام الحسن عليه السلام الموضوع تغير، يعني الآن له الموضوع تغير، شو نقول؟ هاي كانت
برش گردونه. بله بله بله. ای ای اذا شككنا نعم ما يخالف، اما هذا يكون كالوفاة. الطلاق قطع علقة ويمكن إيجادها ثاني مرة، أما هذا ممكن إيجاد العلقة من دون تكوينها، من دون تكوين. لا. السؤال: هل هنا يقال بلزوم الطلاق لحصول التفرقة بينهما؟ الجواب: الطلاق متوقف على وجود البقاء العلقة الزوجية، ولكن الظاهر هنا انقلب الموضوع، فبانقلاب الموضوع لا يبقى الحكم أيضا فينتفي ولا حاجة للطلاق. أن هذا الرجل تبدل إلى امرأة، طبعا أنا رأيت في بعض المنقولات، ونتذكر أن المرحوم الميرزا المهدي المازندراني وكان من الخطباء المحققين، وأنا كنت جالس في مجلسه وهو نقل بأن هذا الرجل اللي تبدل لامرأة زوجته تبدلت إلى رجل، فهنا يكون البحث. اگه شک کردونی عده اومد نمیدونی منتهی میشه با سه ماه شنو؟ سالت الاحتیاط ما عدنه اذا قلت علم اجمالی عدنه اقل و اکثر اقل مسلم الاکثر یجری البراء فی لازم عدت الطلاق يصير، اما مقتضى الاستصحاب أنه هاي كانت في عدة، ما أدري بمضي ثلاثة قروء العدة انتهت، استصحاب الحكم يصير، استصحاب العدة يصير. نعم. لا، تعبير مختلف في الروايات أكو وفي القرآن الكريم، ففدية طعام مسكين. القرآن الكريم مسمي هنا فدية، في الروايات هم أكو فدية، الصور في بعض الروايات هم كلمة كفارة أكو. أشكل ببالي فدية اللي ما صام ذاك الشهر لمرض أو سفر، وما صام قضاء إطلاقا، حسب ما نقلوا لي أنه باعتبار أنه ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز يصير 5000 تومان، عدي 150. إيه؟ لا لا لا، شوفوا في الفدية لازم تعيين صار ثلاثة أرباع الكيلو، عود مال الشارش قد يصير 22 كيلو وكذا يصير، إما 22 كيلو حنطة أو خبز أو طحين أو شعير أو تمة، 22 كيلو تمة لازم ينطي، لازم أصلا العين ينطي، فلوس ما يفيد. إذا ينطي الفلوس لازم الفقير يبدي الفقير، الفقير يشتري تمن، عود هذا التمن يريد ياكله او يبيعه ما يخالف. هو 150 لا 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 150 من تعطي ال 150 الف تومان، هذا مو فديه، 150 الف تومان يصير 30 ثلاثة ارباع الكيلو خبز، حنطة ما يصير، شعير ما يصير، طحين ما يصير، خبز يصير، لازم 30 ثلاثة أرباع كيلو خبز يصل بيد الفقير. هسه الفقير يأكل أو يهبه لوحاش شخص أو يبيع الواحد ماكو فرق، المهم مقتضى ظاهر الأدلة أنه
لكل يوم 3-4 كيلو يعطى للفقير، ففدية طعام مسكين يعني يعطى طعام مسكين، ما يفيد إلا إذا 30-4 كيلو تمن ينطي ما يخالف. العمدة والملاك في إعطاء الفدية أن يصل إلى الفقير مقدار 3-4 كيلو، وطبعا تختلف الجودة وتختلف الأسعار باختلاف الجودة، ولكن الملاك هو أن يعطي 3-4 من هذه الأمور التي ذكرناها بناء على قول جماعة، وأنا أيضا رأيي تبع لجماعة من الفقهاء. هذا طبعا هذا ليس متفق عليه، بعض الفقهاء لا يجزون ولا يرون إجزاء الخبز في الفدية، بل يلزمون المكلف بإعطاء الحنطة، ولكن بحسب رأي جماعة من الفقهاء يجزي أيضا الخبز. السؤال، هل يجزي إعطاء الفدية للأولاد إذا كانوا فقراء أو الأقرباء، هل يجوز إعطاء الفدية لهؤلاء؟ الجواب، إعطاء الفدية لابد أن يكون للفقير، ولكن لا يجزي أن يكون للأولاد ولا للآباء العمودين، هذا غير مجزي. السؤال، إذا أعطى المكلف الفدية خبزا إلى الفقير، ولكن هذا الفقير استلم الخبز ولم يأكله بل باعه من مشتري وبدله إلى غير ذلك، هل هذا يكون مجزي وكافي؟ الجواب، نعم هذا يكفي ويجزي عن المكلف، ولكن إذا أعطاه الثمن، إذا أوصل الثمن الذي عليه الكفارة، الذي ثبت عليه الكفارة، أعطى الثمن، وذاك الفقير بدل ما يشتري الخبز أو الشعير اللي كان يكفي بهذا المقدار شراء شيء آخر، هذا لا يكون مجزيا. نعم، هنا مسألة أخرى بالنسبة إلى جريان أصل الصحة، طبعا هو محل خلاف، ولكن إذا نقول بجريان أصل الصحة كما يقول به بعض الفقهاء وأيضا يرون هذا الشيء، أنه إذا أعطى المبلغ واشترط على الفقير بأن يشتري بذلك المقدار الكافي المناسب من الخبز أو من الشعير أو ما شاء، فهنا يمكن له الاطمئنان ببراءة ذمته لجريان أصالة الصحة في عمل هذا الفقير إن قبل هذا الشرط. طبعا جماعة من الفقهاء كالشيخ الأنصاري وبعض من تبعه يقولون بعدم جريان الصحة في مثل هذا المورد، لهم بحث هنا، بحث فقهي خاص. إذا حصل الاطمئنان من قول هذا الفقير بعدما استلم الثمن، فهنا يكون المكلف في حكم من أدى التكليف، وأنه وإن كان في الحقيقة لم يحصل، هذا بناء على شمول أصل الصحة، كما أنه في الصلاة الاستجاري الذي يعطي الصلاة المبلغ للصلاة الاستجاري لشخص ما، إذا حصل له الشك بأن هذا الذي استلم المبلغ هل صلى الصلاة بالصورة الصحيحة أو هل صام أو لم يصم، فهنا ظاهر يشمل أصالة الصحة، فهذا حسب ظاهر. طبعا جماعة من الفقهاء كما ذكرت أنه يقولون أنه لا بد من حصول اليقين للمكلف من أداء الذي استلم الثمن تقبل أداء الصلاة المقضية، أن يحصل اليقين للمكلف أنه ذلك الشخص أدى هذا الفعل، ولا يجزم ولا يكتفون بأصالة الصحة في مثل هذا المورد. السؤال، سماحتي آية الله العظمى المرجع الديني، السؤال عندي سؤال، وهو أنه إذا علم شخص ما أنه على المكلف حج، على المكلف الميت حج أو خمس أو غير ذلك،
فهل يجوز له أن يؤدي؟ وإذا كان عنده مبلغ مثلا الدين من شخص ما وتوفى ومات ذاك الشخص وعلم هذا المديون بأنه كان على المتوفى الميت أعمال شرعية لم يؤديها كالحاج، هل يجوز له أن يتصرف في هذا الدين ويؤدي الحج عن ذاك الشخص أو لا؟ الجواب: في مثل هذا المورد لابد من الاستئذان من حاكم الشرع. وفي الحقيقة وضع حاكم الشرع لمثل هذه الأمور، إذا علم حاكم الشرع وأذن لمثل ذلك فيجوز ويتم التصرف في هذا المورد، وإلا أن هذا المديون بنفسه لا يجوز له التصرف في مال ذاك الدائن المتوفى اللي كان بذمتي بعض الأعمال الشرعية، فلا بد من إيصال المال إلى مالكه إلى صاحبه، وإن كان قد توفي فهنا إذا لم يكن له وارث يرجع إلى الحاكم الشرعي. السؤال: إذا استقر على ذمة المكلف فدية ما ولم يؤدي وبعد سنوات طويلة أراد أن يؤدي، هل يعطي بحسب سعر ذلك اليوم أو بحسب سعر اليوم اللي يريد يعطيه؟ الجواب: هنا لابد من أداء التكليف والحكم الشرعي، إذا كان مترتب على العين فلا بد أن يعطي العين ولا يأثر للقيمة هنا. السؤال: عن الذي استقر عليه الخمس وذهب إلى المرجع التقليد وقدر مقدار الخمس الواجب عليه ولكن لم يؤدي وتأخر في تبطأ في الإعطاء، فهل هنا يعطي نفس المبلغ المعين أو إذا كان اختلاف وارتفاع في قيمة السوق يعطي القيمة؟ الجواب: هذا يرجع إلى إذن الحاكم الشرعي. خلاص أجا حاكم الشرع إذن دات ظاهرا حكم نا معلوم لي جماعتي قبتان عارس كذا محل خلاف. السؤال: إذا أراد أن يعطي الفدية هل يجزي أن يكون ما يعطي للفقير ما يوجب شبعه ما يشبع الفقير بدل الخبز أو غير ذلك، يعطي طعاما حاضرا مثلا يطبخ له الطعام ويهيئ له الطعام ويعطيه للفقير، أو لا بد أن يعطيه نفس العين؟ الجواب: هنا هذا بحسب الأقوال، الفقهاء مختلفون في هذه المسألة، فبحسب ظاهر الدليل يقول بعضهم أنه يلتزم بخصوص الطعام كما ورد في الآية وفدية طعام مسكين، وهنا لابد أن يعطي نفس الحنطة أو الشعير. وطبعا نقول كما يقول جماعة من الفقهاء إجزاء إعطاء الخبز. طعام، ففدية طعام مسكين. إطعام يجوز، يجوز في مقام بدال الطعام. طعام بالعربي الآن لو واحد بالعراق يسأل الناس العرب يسألهم بياع الطعام وين؟ ما يودوا على المطعم، يودوا على اللي يبيع حنطة وشعير. الطعام غير الإطعام، إطعام يعني يعطي أكل، طعام يعني حنطة وشعير. ولكن الآية شرطت كفارته إطعام وعشرة مسكين. كفارة اليمين، يمين مثل النذر شنو إيه هذاك إطعام بالي. أما في ذاك هم ببالي أكو رواية أنه الطعام ثلاثة أرباع الكيلو مد يكفي، وفي رواية مدين في بعض الموارد.
أي. السؤال: ما هي حدود العدالة في إمام الجماعة، وكيف يمكن تتحقق العدالة في إمام الجماعة؟ الجواب: المراد بالعدالة هي ملكة تكون متحققة في المكلف، وأنا ذكرت في الأبحاث التفصيلية التي ذكرناها في مباحث الاجتهاد والتقليد، وهناك بحث مطول مفصل في مبحث العدالة، قد ورد 42 رواية في بحث العدالة، قد ذكرنا جميع هذه الرواية في كتاب الاجتهاد والتقليد. وهنا استفادة صاحب العروة، وأيضا أنا أرى تابعا لجماعة أخرى من الفقهاء أنه مجرد ترك المحرمات وأداء الواجبات هذا لا يكون كافيا، بل لا بد من تحقق عنوان الستر والعفاف كما ورد في الرواية، أن تعرفوه بالصدق والعفاف، هذا وارد في بعض الروايات بالنسبة إلى تعريف العدالة. فعلى كل حال، العدالة هي ملكة حاصلة عند الإنسان، ونتيجة هذه الملكة هي أنه لا يتحقق منه الذنب، لا يصدر منه الكبائر، ويتجنب الصغائر، وإذا حصل منه شيء من الذنوب يستغفر فورا. وقد ورد في بعض الروايات أن المحرز، أن الكاشف لهذه الملكة في الإنسان هو أن يعرف بالصدق والأمانة، فهذا يكون كاشفا. السؤال: إذا استغفر إمام الجماعة قبل البدء بالصلاة، هل هذا يكون محقق ذاك الشيء؟ الجواب: هنا ورد دليل خاص بأنه يتم قبول الاستغفار، طبعا لابد أن يعرف بالصدق وبالأمانة، ولابد أن يكون عنده حسن الظاهر، وحسن الظاهر هو بنفسه عنوان حسن الظاهر، هذا ليس تعريف العدالة، بل إنه الكاشف للعدالة، كما يستفاد من نص الرواية ورد أن تعرفوه بالحسن فالحسن الظاهر هذا يكون كاشف لوجود ملكة العدالة في الإنسان، وإذا حصل الشك مع وجود حسن الظاهر فهذا لا يكون كافي. السؤال: إذا كان عند الشخص، عند الإنسان، انحرافات عقائدية ولكن كان به حسن الظاهر، الجواب: إذا حصل العلم بانحراف الاعتقاد فهذا لا يكون عادلا، لا يمكن الاقتداء به، ولكن إذا لم نعلم فهنا يجري إصالة الصحة أيضا، ولكن لا بد من إحراز حسن الظاهر. السؤال: هل يشترط في القاضي الاجتهاد أن يكون فقيها مجتهدا أو لا؟ الجواب: المسألة محل خلاف. جماعة من الفقهاء، منهم صاحب الجوار المرحوم السيد الأخ، كان يقولون باشتراط الاجتهاد عند القاضي، وهناك جماعة أخرى من الفقهاء، وأنا أيضا أرى هذا الرأي، بأنه لو كان القاضي معينا من طرفي ومن جانبي ومن جهة الحاكم الشرعي وكان مفوضا في القضاء، فتكون قضاءه تامة وحاكمة. هل يجب استحصال ابن الحاكم الشرعي في مقام استيفاء الحق مخاصة؟ لا، شوف المقاصة يعني شنو؟ يعني جنابك تطلب واحد فلوس وما ينطيك، فإذا تقدر تحاكمه عند قاضي أو شيء تأخذ منه، وهذا ما يجوز المقاصة. المقاصة يعني أنت تشيل من فلوسه، هو ولي، وأنه من يا فلوس ينطيك، مو أنت ولي، أنت الدائن، أنت اللي تطلبه. ففي بشرطين تجوز المقاصة: الشرط الأول من طريق آخر لا تقدر تطلع فلوسك، الشرط الثاني إن الحاكم الشرعي يريد حتى هرج ومرج لا يصير. في الموضوع ما عندنا أصل،
شو نسوي؟ أدري؟ لا ما جرأة للاستصحاب، وثاني أن الاستصحاب خو مخ العلم الإجمالي أقل أكثر. إذا نريد نعمل بالعلم الإجمالي القدر المتيقن الأقل. لا لا لازم استصحاب، لأنه يقينا إذا فد واحد، فد واحدة في عدة، أنتم ما تدرون أن عدتها عدة طلاق أو عدة وفاة، شو تسوون؟ لا يعني هذه عدة مسلمة بعد ثلاثة قروء تشكون في أن العدة انتهت أم لا؟ ليش استصحاب لا يجري؟ شنو؟ حياة المرء وبعد ما تبدل جنسه، احنا شككنا في انه ما يعني حكمه او موضوع الوفاة او موضوع الطلاق. بالنتيجة استصحاب الحكم في المورد اللي ما نقدر نشخص الموضوع، اذا نقدر نشخص الموضوع لا يصل لا. اصلا كلمة استصحاب الحكم، كل حكم له موضوع، إذا الموضوع مو محرز تصل النوبة إلى استصحاب الحكم. أي. أنا هناك كاتب، غالبا يقولون هذا الوجوب عقلي، لأنه حكم شرعي ماكو، هذا الطريق. وجوب عقلي هناك كاتب أنا اللي ملتفت إلى الوجوب العقلي إيه، أما اللي عامي ما يفتهم هالأشياء ليش لا يكون وجوب شرعي؟ للعامي اللي ما ملتفت وجوب شرعي أيضا شكو به. أي لا في الشروح كاتبين هذا وجوب عقلي، شوفوا الشروح يصرحون صحيح وجوب عقلي، أما لمن التفت إلى الوجوب العقلي ما يخالف. الفرق انه العقل اذا في سلسله العلل له حكم يحكم كلما حكم بالعقل حكم به الشارع، اما لازم يكون ملتفت الى الوجوب العقلي، اذا مو ملتفت الى الوجوب العقلي هذا ايصال الحكم، ايصال الالزام الى الناس هذا واجب عود الشارع عليه ان يقول لهم للعامي اللي ما ملتفت. عفوا سيدي. نعم. بناء على سراية الشرط الفاسد إلى فساد العقل. أي. اشتراط اللزوم في العقود الجائزة يفسد العقود الجائزة. هذا محل خلاف من الفقهاء، شوفوا شيخ الأنصاري في المكاسب عنده، هل الشرط في العقد الجائز ملزم؟ جماعة قالوا لا العقد هو جائز، شنو الشرط ملزم؟ جماعة هم قالوا ليش؟ عموم الشرط لا يشمل. بس يسوي ملزم، محل خلاف علميا محل خلاف، واللي هو مو مجتهد عامي يرجع الى مرجع تقليدي يشوف من هالصورة. شنو؟ انا متردد فيه، ببالي هذا بحر هو في محله، شكوبي في محله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.